كلمنا بقى عن 19 11 والستراكشر بتاعها. لا هو فعلا ضرب في الاقتصاد في مصر. انا مش عارف اساسا حجم الاشاعات والرومرز اللي طالعه ورا 19 ده ورا ايه، غير هدم تجربه مصريه اعتقد صعب تكرارها. احنا يا استاذ عمرو تجربه 19 احنا ما دوبك عملنا ستيب 1، احنا لسه قدامنا ستيب 2 و 3 و 4. انا بس قبل ما اقول لحضرتك فكره 19 والستراكشر بتاعها والايديا بيهايند الستراكشر، هو النهارده اكبر سلسله صيدليات في العالم سي في اس خدت موافقه وزاره الصحه السعوديه على فتح سلسله صيدليات في السعوديه، وبوتس ماليه دبي. طب النهارده لو جت سي في اس نزلت مصر ولا بوتس نزلت مصر، الناس هتبقى مبسوطين؟ الناس هتبقى مبسوطه يعني؟ المصريين هيبقوا مبسوطين ان يجي مثلا وكاله اجنبيه ولا سلسله صيدليات اجنبيه؟ احنا عندنا الصيادله في مصر باعداد ضخمه، 250 الف صيدلي. لازم نستغل المنطقه العربيه كلها فيها 5000 صيدلي، احنا 250 الف صيدلي. النهارده المصريين هيبقوا مبسوطين لو جت اكبر سلسله صيدليات امريكيه جت مصر وفتحت، ولا اكبر سلسله صيدليات انجليزيه بوتس وفتحت في مصر، ولا هي التجربه المصريه لازم يعني؟ وانا يعني انا حتى الان مش لاقي سبب لوجيك يا استاذ عمرو للحرب القائمه على 19/11. وحتى لو ممتلكه للجيش هتبقى هي دي الحرب؟ ما هي منافسه. انا اجبرت حد يخش يشتري من عندي؟ انا قلت لحد لو مش شاري عندي هعمل لك مشكله؟ انا بنافس بالطريقه التسويقيه الحديثه. انا قلت لحد من شويه التسويق فكره مش فلوس، مش لازم اكون معايا فلوس كتير جدا عشان اقدر اوصل. يا ما ناس كان معاها فلوس. وانا اقول لك، انا اقول لك المشكله برضك عندنا بالنسبه ل 19 ايه بالظبط يعني؟ هات اي واحده يا استاذ عمرو كده ما بيشتغلش خالص في مصر واديله هديه، هيقول لك ده كمين. قول له خلاص خد فكره مشروع صغير اعمله، يقول لك مشروع صغير وانت مستصغرني ومش هيجيب فلوس وانا هجد نفسي ليه ومش هشتغله. قول له خلاص خد فكره مشروع كبير وفند كبير واشتغل، يقول لك لا ده كبير عليا واخد ريسك وممكن افشل والكلام ده كله. قول له تعالى مش هقول لك موظف في حكومه ب 2000 جنيه، يقول لك انت كده.